السلام عليكم، انا خالد فؤاد وانت معايا في حلقات لتعليم الجيتار. ناس كتير بيبقى عندها مشكلة ان هي يسمعوا اغنية ويطلعوها في ساعتها، وده ينتج لاسباب كتير، منها ان لازم تكون عارف سكيلز كويسة، معاك ارتام كويسة، معاك تكنيكس كويسة، ودينك تكون موسيقية والايقاع ماشي كويس جدا. فطبعا الكام حاجة دول لو هما معاك فان شاء الله هتقدر تطلع اي اغنية مجرد ما هي تنزل تطلعها في ساعتها. انا معاكم في الفيديو ده عشان اعلمكم اغنيه لمحمد حمائي لسه نازله، وان شاء الله هساعدكم ان انتوا ازاي تطلعوا الاغاني اللي بتنزل اول باول. تابعوا الحلقه للاخر ونطلع فاصل ونرجع تاني. قبل ما نبدا الحلقه بجد شكرا ليكم على كل الناس اللي سالت عليا خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا دول. انا فعلا بقالي فتره ما نزلتش حاجه، لكن مبسوط جدا بالناس اللي سالت عليا. لو مش متابعني اعمل سبسكرايب للقناه وتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك. ما طولش عليكم، نخش على الاغنيه على طول. النهارده اغنيه لمحمد حمائي اسمها بنتفارق، بسيطه جدا، بس طبعا عشان تقدر تلعبها لازم يكون معاك الكوردات كلها مخلصه. انا هكتب اساميها وان شاء الله هتقدر تعملها، بس في بدايه الاغنيه هو في رتم بس لازم نعرفه، ال PIMA بيحركهم بس على أوتار معينة عشان يطلع الصوت بتاع الأغنية دخلتها اللي هي بتقول. أوكي؟ طيب الحركة دي هنتعلم إزاي بنعملها، بعد كده هقول لكم الكوردات اللي اتعزفت على الأغنية كلها، هحاول أغني معاها بصوتي. يعني ربنا يستر، مش عارف إزاي بتقولي لي كمل غنى وأنا مش قادر، أنا بغني بالعافية، أنا والله لولا بس الكوبي رايت اللي بتنزل على الفيديو كنتش غنيت، بس خلينا برضو النهاردة هنغني، اعذروني على صوتي، وان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم كوردات الاغنية بنتفارق محمد حمائي بشكل سهل. فيديو يكون قصير ان شاء الله، وفي فيديوهات تانية هتنزل بعد الفيديو ده على طول لتعليم اغاني تانية لمحمد حمائي. اول حاجة هنا الفينجر ستايل، الاسامي الصوابع طبعا لو فاكرنا ده اول حاجة خدناها، افتكروا اول فيديو انا منزله يا جماعة، اسامي الصوابع PIMA. اوكي PIMA، البي هنا على الوتر السادس، الIMA على الوتر الثالث والوتر الثاني والوتر الاول. اوكي بالشكل ده. طيب هنا ماسك الاي ماينر، الاي ماينر بيتمسك كده طبعا. اوكي الصباعين دول او الصباعين دول بيتحطوا على الخانة الثانية في الوتر الخامس والرابع. طيب هنا هيلعب الستايل الفينجر ستايل PIMA. اوكي بطيء شويه، PIMA. بيسرعها شويه، اوكي بيشتغل عليها مرتين، بعد كده بيخش على بقيه الكوردات. ده كده بالنسبه للرايت هاند، الحركه والريتم هقول لكم عليه في النص الثاني من الفيديو. كوردات الاغنيه اي ماينر، سي ميجر، اي ماينر، اي ماينر ثاني، بي 7. بس هنا البي 7 لعبه اوبن اي، اوكي يعني الوتر الاي اللي هو الاول شال الصباع من عليه، ما لعبش البي 7 كده، هو لعب البي 7 عادي بالمسكه دي وشال الصباع ده. تمام، فالبي 7 هنا هيتمسك ازاي؟ ده الصباع الثاني على البي في الوتر الخامس الخانه الثانيه، الصباع الاول على الاي فلات الوتر الرابع، وهنا الصباع الثالث على الاي في الوتر الثالث في الخانه الثانيه، الصباع الرابع فري. اوكي ده هنا لو هو بيلعب الفينجر ستايل. طبعا في الكوردات في النص الثاني لعب الكورد عادي بالاي ولعب بكل حاجه. طيب يبقى كده الكوردات اي ماينر، سي ميجر، اي ماينر، اي ماينر تاني، بي اوبن فيرست سترينج، بعد كده اي ماينر. ده الجزء الاولاني، هنشوف كده نقل عليهم ازاي. الاي مرتين، هنا سي ميجر، بس لما نزل على السي ما لعبش على الاي، لعب على الوتر الخامس وعمل نفس الفينجر ستايل ثابته تحت. بعد كده اي ماينر ولعب برضو بنفس الوتر اللي هو الخامس اربع مرات، بعد كده طلع على البي 7
اللي هو الوتر الأول هنفكه خالص مش هندوس عليه. بعد كده E minor، الـ E minor رجع على الوتر السادس. أوكي؟ نغني معاها الجزء ده ونرجع نشوف الجزء التاني. نجيب الكلمات زي ما انتوا عارفين، لازم أغش، ملحقتش أحفظها. بنفارق وده اللي تعبنا، بنفارق حاجات جوانا سنين، بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي قلب المين. طيب هنا هيكون بنفارق وده اللي تعبنا، بنفارق حاجات جوانا سنين، بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي يا قلب المين. تاني بنفارق وده اللي تعبنا، بنفارق حاجات جوانا سنين، بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي يا قلب المين. في الكنافة، بس انتوا فهمتوا طبعا. نخش على الجزء التاني. الجزء التاني بتاع احلى سنين برضو نفس الموضوع، فينجر ستايل، هو فينجر ستايل زي ما هو. احلى سنين هيكون دي ميجر اوبن اي برضو، ده لو احنا هنلعب بالفينجر ستايل. لو هتلعب كورد عادي العبه دي ميجر عادي. يبقى دي ميجر سي بي 7 اي ماينر، بتتعاد مرتين، وبعد كده ولا تمنيت بي 7 اي ماينر، بي 7 اي ماينر. اوكي نغني معاها ونشوف سولو العود اللي دخل بعد كده كورداته ايه. بعد كده الاغنيه بتتعاد تاني في الاخر. هي ادعولي. احلى سنين اللي كانوا معاك، بعد ما راح براح وياك، ولا تمنيت عاد من حياك. من اول احلى سنين، احلى سنين. هنا خد دي في السي على طول، اوكي ما عملش يعني ما مطولش فيها. احلى سنين اللي كانوا معاك، اوكي هنا برضو نص في نص يعني. احلى سنين سي اللي كانوا بي معاك، معاك اي ماينر. اوكي طيب هتكون احلى سنين اللي كانوا معاك، بعد ما راح قلبي راح وياك، ولا تمنيت هنا، ولا تمنيت بعد منه حياة. احلى سنين اللي كانوا معاك، بعد ما راح اللي كان وياك، اللي كان وياك اي كلام، ولا تمنيت بعد منه حياة. اوكي نكمل. سولو العود هيكون A minor E minor D major B 7. تي را لا 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 لا، تي را لا 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 لا، تي را تي را تي لا 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 لا. تعال تاني. تي را را لا 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 لا، تي را لا 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 لا، تي را لا تي را را تي را را. خلصت الأغنية ويرجع تاني يعيد نفس الكلام في الكوبليهات التانية لحد آخر الأغنية. الريتم هنا يا جماعة الرايت هاند، منزله في فيديوهات كتير جدا. داون أب داون أب ميوت أب داون أب. اوكي سريع شويه، هيكون زي ما انا لعبت من شويه. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف عليكم وسهل في التعليم. كان معكم خالد فؤاد، اشوفكم تاني في فيديو جديد لحمائي بعد الفيديو ده على طول. مستني تعليقاتكم. لو حد عنده سؤال يبعت لي على الانستجرام.
ما تنسوش الشير واللايك على الفيديو عشان الحاجات دي بتدعمني جدا. ساعدوني ان الصفحه بتاعتي توصل لاكبر عدد، بجد الحاجات دي بتشجعني وبتدعمني ان انا استمر اعمل لكم الفيديوهات. اشوفكم تاني على خير. كان معاكم خالد فؤاد، السلام عليكم.